بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن محاضره Effect of Harassment in the Community under Supervision of دكتور احلام الاحمدي سرحان Assistant Prof Community Health Nursing Department Faculty of Nursing بنها University 2021 بربيت باي جروب 6. Outlines Introduction of Harassment Definition of Harassment Incidence Rate of Harassment in Egypt Types of Harassment Causes of Harassment in the Community Risk Factors for Harassment Specific Strategies to Reduce Harassment and the Role of Nursing in Dealing with People Harassment or Assault Happened with them. The objectives at the end of this lecture, we will be able to identify the definition of harassment, mention types of harassment, identify causes of harassment in the community, enumerate risk factors for harassment, discuss specific strategies to reduce harassment, and discuss the role of nursing in dealing with people harassment or assault happened with them. Introduction. Harassment directed multi-perpetrating offenses and deliberately committed at specific individuals, focusing, for example, on the target race, religion, gender, nationality, disability, or sexual orientation. This is often occurred in the chat room through new groups and by sending hate email to interested parties. This may also include stealing a photo of the victim and their families, doctoring this photo in the offensive way, and then posting them on social media with the aim of causing emotional distress. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان الهارسمنت هو لو جينا نبحث عن تعريفه او نعرف معناه هنلاقي له معاني كتير جدا. معناه المضايقات او معناه التنمر او معناه التمييز او معناه الإيذاء البدني او الجسدي وكمان معناه التحرش الجنسي. according to situation او البارت اللي احنا هنمشي او التايبس اللي احنا هنعرفها بعد كده في المحاضرة هنبدأ نعرف ان الديفينيشن ده هنوظفه في اني situation بنتعرض له. احنا كمادة كوميونيتي احنا بندرس وبنسلط الضوء على المشاكل اللي بتحدث داخل المجتمع، ومؤخرا الهارسمنت بقى من اكتر المشاكل اللي احنا بنقابلها على الساحة، واحنا بنشوف ان في التلفزيون بقوا ينزلوا حملات توعية لا تتنمر عليه. يعني معنى كده ان الموضوع اخد مساحة كبيرة داخل المجتمع. طيب انا لو جيت اعرف وادي فكرة عن الهارسمنت هاخد الانترودكشن وكمان الديفينيشن معي. هو عبارة عن اي كلمة او فعل يسيء لي او يهني او يشعرني بعدم الامان والراحة، او عبارة عن عبارات مسيئة وتعليقات مهينة بتبقى بتخص سبيسيفيك انديفيديوال. يعني انا لما هاجي اتنمر هيبقى عندي كلوزس، عندي شروط، عندي بتنمر عليك according to الريس الريليجن الجندر والناشوناليتي عند الديسابيليتي عند الديسابيليتي. تمام، مش بس بيوصل لكده، احنا دلوقتي عصر التكنولوجي وعصر السوشيال ميديا، دلوقتي بيبقى التنمر او المضايقات اللي انت ممكن ان تحدث عن طريق السوشيال ميديا ان انا ابدا ادخل واعمل هاكينج او هاكر على الاكونت بتاعك وابدا اخد البيرسونال بيكتشر بتاعتك وابدا انشرها او اسوقها من خلال ان انا عايز اعمل لك ايموشنال ديستريس وابتزك بيها من خلال ان انا اسرقها وابدا ابتزك بيها واعمل لك ضغط نفسي من خلال كده. Definition of harassment. Harassment is a form of discrimination. It includes any unwanted physical or verbal behavior that offends or humiliates you. Generally, harassment is behavior that persists over time. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان هو شكل من اشكال التميز ويشمل اي سلوك جسدي او لفظي غير مرغوب فيه يسيء اليك او يهينك ويشعرك بعدم الراحه والامان. وبشكل عام احنا بنقابله طول الوقت، بنقابله في اماكن العمل، بنقابله في الشارع، بنقابله في البيت، بنقابله في كل مكان. تمام. الانسيدنت ريت اوف الهارسمنت ان ايجيبت حسب مسحه اجراها المركز المصري لحقوق المراه قال فيها ان سنه 2008 83% من السيدات المصريات قد تعرضوا للتحرش، وان 98% من السيدات اللي موجودين من الخارج داخل مصر ايضا تعرضوا للتحرش، وان سنة 2013
99.3% من السيدات تعرضوا للتحرش. واحنا عارفين ثورة يناير والاحداث التي حدثت اثناء عزل الرئيس حسني مبارك، وان كان في ميدان التحرير، يعني حتى الاعلام اتكلم عن حاجة زي كده، ان كان في ظواهر كتير من التحرشات الجنسية. طيب هنا بقى امتى اقول انها حصل لي harassment؟ harassment occur when someone makes unwelcome remarks or jokes about your race, religion, sex, age, disability or any other of the ground of discrimination. يعني عندما يكون شخص بقى بالتنمر عليا من خلال هيقول بعد او هي بعد النكات الساخرة غير مرحب بيها عن ديني، عرقي، عن جنسيتي، عن اعاقتي، يبقى هنا ابدا اقول ان انا حصل لي تنمر. مش هيوصل بس ان هو يتنمر عليا من خلال نكت ساخره او تعليقات ونقد غير بناء، لا، هيوصل ان هو يعمل لي threatened or intimidate you because of race, religion, sex, age, disability or any other of the ground of discrimination. هيوصل ان يبقى فيه تهديد وتخويف، مش بس بتقف على انه هيبدأ يتنمر عليا من خلال الverbal communication. تالت حاجة اللي هو make unwelcome physical contact with you such as touching, biting or benching. لا، هي مش هتوصل ان هو بس يقول نقط ساخرة وكمان يهددني ان هو يهددني او يخوفني، لا، بتوصل كمان ان هو يبقى بقى في physical contact، هيبدأ بقى ايه touching any part of the body، وهنا هيبقى الهارسمنت بيتكلم عن التحرش الجنسي. The 10 types of workplace bullying and workplace harassment that might be occurring within your workforce. هنا بقى هنسلط الضوء او هنتكلم عن 10 انواع من التنمر والمضايقات التي ممكن ان تحدث داخل مكان العمل. هنتكلم عليهم كده سريعا كنقاط. اول حاجة discriminatory harassment، harassment based on religion، personal harassment، physical harassment، power harassment، psychological harassment، sexual harassment، third party harassment، verbal harassment and cyberbullying harassment. اول طيب عندي discriminatory harassment. This is form of harassment that happens on the basis of protected clauses like race, sexuality, age, gender, religion and disability. هنا بقى المضايقة التي هتتعرض ليها في مكان داخل العمل بتاعك هتكون على شكل تمييز، والتمييز معناه ان في تفرقة ما بين المعاملة ما بين شخصين او مجموعتين. هيبقى ايه بقى بناء على ايه؟ بناء على clauses، يعني في شروط. ايه هي الشروط؟ بناء على الريس، السكشواليتي، الايدج، الجندر، الريليجن اند الديسابيليتي. يعني انا هفرق ما بين شخص وشخص داخل العمل مش على اساس الكفاءة اللي بيتمتع بيها، لكن على اساس مثلا لون بشرته، زي ما احنا كنا بنشوف مثلا في المجتمعات الأمريكية إن هم بيميزوا ما بين الأبيض والأسود، وإن الأبيض له حق في المعيشة وله حق في الرفاهية وله حق في العمل، لحد ما جه أوباما وتولى الحكم والحكاية دي إيه مبقتش موجودة. أو ممكن أميز ما بين شخص وشخص على حسب نوعه كذكر أو أنثى، على أساس إن الرجال عندهم مهارات أقوى من النساء، وبالتالي النساء لا تصلح لمهارات معينة. مثلا لو الاتنين مثلا راجل تتخرجين هندسة ميكانيكا مثلا، يقولوا إزاي هي تشتغل في حاجة زي كده، مع انها ممكن تكون لديها السكيلز انها تؤهلها للقيام بالوظيفة دي، لكن نظرا ان في تمييز في المعاملة فهو بيخلي الرجال هم اللي يتميزوا في ايه، في الحاجات اللي زي كده. كمان انا ممكن اتميز عنك بالعمر، او يعني اميز ما بين شخص وشخص داخل العمر. مثلا لو صاحب شركة عايز يقلل العمالة، فاول حاجة هيتخلص منها الناس اللي سنهم اكبر، على اعتقاد ان عندهم خبرة اكبر وهم بياخدوا فلوس اكتر، في حين ان هو لما يشغل اشخاص عمر اقل بيدي طاقة اكبر للمكان وبيبقى الدخل قليل. تاني نوع عندي harassment based on religion، showing hearted disgust and disrespect to fellow employees because of their religion or religious belief. انا هيبقى في تمييز او في مضايقات داخل العمل، او هبين لك عدم الاحترام، عدم احترام واشمئزاز وكراهية نتيجة ان انت تسلك دين معين او عندك اعتقادات دينية معينة. انا هميز ما بينك وما بين شخص اخر مش بناء على السكيلز اللي بتتمتع بيها، لكن بناء على الريليجن
بتاعتك والاعتقادات الدينية اللي موجودة عندك. وكمان ممكن اميز ما بين شخص وشخص حسب الريليجن في الترقيات داخل العمل، او ممكن احاسبك على ديانة شخص ومعتقداته الدينية اللي انت ماشي معاه. تمام، شوف وصلت لإيه. تالت تايب عندي ال personal harassment. This kind of harassment doesn't depend on any protective clauses. لو كنا بنقول على ال discriminatory harassment ان كان في clauses زي الايدج والجندر والسكس وهكذا، هنا بقى مش هيبقى فيه clauses شروط معينة ان انا اعمل لك مضايقة او اعمل لك harassment. هو مبني على ان في general disliking، في كراهية جوهرية، انا بكرهك من غير سبب، ما فيش سبب او clauses ان تخليني وراء ان انا بعمل لك تنمر او ان انا اضايقك. يبقى انا هقول كومنتات غير لائقة وملاحظات نقدية غير بناءة او اسلال للشخص ونكت مسيئة نتيجة ان في general disliking. بعد كده physical harassment. any type of behavior in the workplace involving physical attacks or threats is considered physical harassment. هنا بقى مش انا كنت بقول ان الهارسمنت له معاني كتير، هنا بقى هيبقى معنى الهارسمنت ان في مضايقات جسدية او اعتداء بدني وجسدي. هي عبارة عن اي سلوك يتضمن اعتداءات جسدية وتهديدات تصل للدفع والضرب والركل. تمام، بعد كده power harassment. this kind of harassment occur when there is misuse of power in the hierarchy of the management team. معنى ايه الكلام دوت؟ معناه ان هنا بقى هيبقى في مضايقات عن طريق السلطة نفسها، يعني الادارة بتاعت المكان بيبقى في سوء لاستخدام السلطة في التسلل الهرمي لفريق الادارة، وهنا كل واحد بقى بيمارس سلطته على الاقل منه، كل واحد بيضغط على الاقل منه، بيطلب منه ديوتز حتى لو كانت خارج قدراته، بغض النظر على انهم موفرين التدريب لهم والامكانيات والتايم والسورسز. psychological harassment. any kind of behavior in the workplace that causes mental distress to responsible person. هنا بقى هيبقى في مضايقات نفسية، انا هضغط عليك نفسيا وادمرك نفسيا بمعنى اصح، مش هخلي فيه self confidence وهخلي فيه loss في الكرياتيفيتي. انا بضايقك مضايقة شخصية وبتبقى مش باينة، يعني سبتل يعني مخفية، يعني مش هتعرف تحددها. انا بعملها من خلال ان انا اول حاجة بعمل لك isolation، يعني بدل ما انت تشتغل كتيم وورك انا ببدأ اعزلك في مكان، ادي لك ديوتز كتير وفي نفس الوقت ما تبقاش كونتاكت مع الايه مع الانديفيدو اللي موجودة في نفس المكان، او ان انا اقلل من شأنك، او ان انت مثلا اخد رأيك في حاجة معينة وممكن تكون وجهة نظرك صح، لا انا بقى ايه احطمك نفسيا وافقدك الثقة بنفسك من خلال اقول لك لا الكلام اللي انت بتقوله دوت مش صح، ومع ان الكلمة اللي انت ممكن تكون بتقولها دي ممكن يكون لها دور ان المكان ده يتقدم او يحصل فيه تغيير. sexual harassment. unwelcome offensive and humiliating behavior that is sexual in nature. هنا بقى هنبدأ نقول ان هو ما يعرف بالتحرش الجنسي، وممكن يكون دايركت زي touching any part of the body، او indirect مثلا ان انا ابدأ اضايق شخص او اتحرش بيه جنسيا من خلال ان يبدأ يمشي ورا، يعني مثلا ولد يبدأ يمشي ورا سيدة سواء بقى ماشي عادي او ماشي بعربيته، يعني ده بيبقى indirect. بعد كده verbal اللي هو عبارة عن كلام ذات طابع جنسي، او non verbal اللي هو نظرات العين. بعد كده third party harassment. دوت this kind of harassment is done by the vendor, supplier and the customer or the client. عارفين انتوا كلمة الزبون دايما على حق، ودي بيبقى تدني من المانجر بتاع المكان نفسه انه مخلي الكلاينت او الزبون ده له سلطة وأولوية ان هو يتحكم في الريسبشنست او السيلز بيبلز او الاسيستنت الموجودين في المكان، ان ممكن يسيء ليهم او يتنمر عليهم او يضايقهم من غير ما يتدخل. وهنا بيبقى للمانجر دور مهم في تجنب المضايقات دي. تمام، verbal harassment، وده احنا اتكلمنا عليه كتير واحنا ماشيين في التايب، فمش محتاج يعني كلام عليه تاني. بعد كده cyber bullying harassment. any kind of harassment done in the internet and the social media اللي هو العصر بتاعنا بقى عن طريق السوشيال ميديا. طب ازاي انا ذكرته من ضمن التايبس اوف الهارسمنت اللي بيحدث في الورك بليس، وهو بيبقى عن طريق السوشيال ميديا كمان موجود ان هو
بيبقى خارج ساعات العمل. ما هو انا لو لما المدير بتاعي في الشغل يضايقني ويضغط عليا في ديوت طول اليوم، فانا بالتالي هبقى مضغوط نفسيا وهبقى متضايق من اللي حصل، فهروح بقى اول ما اروح اقعد على النت وابدا اشير بوستات ان انا بسيء للمدير ده من خلال كلمات او كلمات معينه. فده بيبين لي ان السايبر بولينج لما بيحدث خارج ساعات العمل بيبقى عن طريق السوشيال ميديا، من خلال ان انا بعمل تاج لبعض التكست او بعض الايميلات وبعض المسج بتكون غير مهذبة، تمام، بسيء فيها للمانجر بتاعي. هنا بقى هناخد الكورسز اوف الهارسمنت ان الكوميونتي، هنقولهم سريعا وبعد كده نتكلم عن كل واحده فيهم. اول حاجه سوشيال ريزون ايديوكيشنال بيليف ذات بريسيد الانسيدنت اوف سيكشوال هارسمنت فيلينج ثريتند ايثيكال اكونتابيليتي جروب فايلنس اند انكريس اللايكلي هود اوف السيكشوال هارسمنت lack of determinate law and pathological causes. The spread of erotic picture in social media is one of the causes of harassment and other reasons. أول حاجة السوشيال ريزونز raising males to become men with a degree of control over the woman society around them. And we see that the customs of many societies in the Middle East and North Africa feed this outlook. If your sister wears what she wants and if you call your wife by her name, you are lost of virility. إيه معنى الكلام ده؟ معناه ان العادات العادات والتقاليد اللي احنا فرضناها بمعنى اصح على نفسنا، واللي بتتيح للرجل الفرصه ودرجه من التحكم في السيدات، وكمان الشرق الاوسط وشمال افريقيا بيدعموا هذه النظريه. فمثلا عندي مثال جايباه هنا، ان هو لو اختك لبست اللي هي عايزاه، او ان انت ناديت زوجتك يعني دلعتها بمعنى اصح باسم دلع، فده بيفقدك المروءه بتاعتك. educational beliefs that precede the incident of sexual harassment معناها الاعتقادات بقى اللي احنا حطيناها لنفسنا بمعنى اصح في المخروج، المرأة وصوتها ولبسها هي اللي بتدفع الاخرين لظاهرة التحرش. والاعتقاد الاسوأ بقى انها لو تعرضت لحاجة زي كده ما ينفعش انها تتكلم عليها او تبلغ عنها. ثالث حاجة اللي هو feeling threatened especially evident in the workplace when men feels the woman power or want to take advantage of his of her in something. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان مش بس السيدات دلوقتي بقت يعني بقت تشتغل وبقى لها مكانة داخل المجتمع، لا، هي ممكن تدفع الرجل ان هو يشعر بتهديد من خلال انها بس مش معاه في الوظيفة، انها مجرد انها شغالة زيه زيه، لا، هي ممكن يبقى عندها سكيلز ومهارات تأهلها لأثوريتي معينة، فبالتالي يبقى عندها ديسيشن ميكنج وممكن تتحكم في قرارات وتتحكم في قرارات عليه هو كمان. فبالتالي هو دلوقتي بيشعر بالتهديد، فهيبدأ يحطمها من ناحية تانية من خلال المضايقات او التحرشات الجنسية او ethical accountability. You wear pants on the street so you want to get my attention. يعني معنى ايه ethical accountability؟ الاعتقادات الخاطئة اللي احنا تربينا عليها او الشخص مثلا تجرعها وشربها وهو صغير، فهو حاطط في دماغه كده انه كل ما هو مختلف عنه هو غير محترم. فمثلا لو سيدة لبست بنطلون وهو ثقافته ان هو مش متربي ان السيدة دي ممكن تلبس بنطلون حتى لو البنطلون ده شايفه واسع او يعني محتشم، لا، هو يعني ده مناسب غير مناسب للمورال اللي هو اللي اتربى عليها او اللي تجرعها وهو صغير، فده معناها ان هي عايزه تجذب الاتنشن. بعد كده جروب فايلنس اند انكريس لايكلي هود اوف سيكشوال هارسمنت، باختصار كده ده معناه ايه؟ العنف الجماعي وزياده احتماليه حدوث تحرش جنسي. بيبقى ازاي بقى؟ يعني انا زي مثلا لو شخص واحد هيبدا يتحرش بانثى او سيده، بتبقى جرأته اقل، في حين لما يكون في وسط جروب من الفريند فدي بتزيد جرأته. عشان كده كتب في اخر سطر 5 من فيرسس 1، يعني لما يكونوا 5 مع بعضهم بتكون درجه الجرأه انه يحصل تحرش واعتداء وعنف جماعي بتبقى زيادة عن لما هو يبقى شخص واحد. بعد كده lack of determinate law، ودي اساس المشكلة. ما هو لو في قانون رادع يحاسب على الظاهرات التحرش والمضايقات والتنمرات مش هيبقى في كده من الاساس، صح ولا لا؟
pathological causes. There are many psychological disorders that drive the harasser to his crime including. يبقى احنا لو كنا بنتكلم عن الاسباب اللي فاتت في انها ان الاشخاص اللي بيقوموا بده هم اشخاص طبيعيين، لا هنا بقى هيبقى في psychological disorder. اول حاجه عندي الاكسهبيشنزم. In the cases the patient lacks to partially or completely reveal his private parts, usually his pains in the public place for his victim and his pleasure. بيتمتع بقى بنظرات الخوف والفزع والاشمئزاز من ناحية الفيكتم. كمان ده بيبقى في الكلوزد بيز زي البيتشز والكار. ممكن كمان يبدأ يعمل trying to urinate in front to gathering of people، يعني تجمعات من الناس. تاني حاجة عندي اللي هي psychological problem، ودي بتبقى بقى نبع منه هو بيترعرع او هو بيكبر، ده بيبقى فيه مشكلات نفسية تعرض لها زي المشاكل الاسرية او هو حصل له اصلا تحرش وهو صغير، فبيبدأ يطلع ال emotional stress دي او يطلع ال بيطلع الفيلينج ده ان هو يبدأ يطبقه على الاشخاص داخل المجتمع عشان يقلل ال الألم اللي هو حاسس. The spread of erotic pictures in social media is one of the causes of the harassment. يعني معناها انتشار بقى الصور المثيرة على السوشيال ميديا اللي هو عالمنا دلوقتي، ده بيزيد من ظاهرة التحرش. Other reasons، ايه هي other reasons؟ زي sexual violence under the influence of alcohol and drugs. يعني اماكن العمل دي بتتيح استخدام الكحوليات، وبالتالي معناها ان تغير في العقل، ومعنى كده ان الضمير بيقل والانسانية بتقل، فبتبدأ فيه مضايقات وتنمرات وايذاء بدني وجسدي عالي. البافرتي، ودي بيبقى فيها قلة حيلة للرجل، فبيبدأ يصب غضبه على المرأة نتيجة لقلة الحيلة وانتشار البطالة وهكذا. الريسك فاكتورز فور الهارسمنت سهلة وبسيطة، هنعددهم بسرعة. هوموجينيوس ورك فورس، ورك بليسز وير سم امبلويز دونت كونفيرم تو الورك بليس نورمز، كالتشر اند لانجويج ديفرنس ان الورك بليس، يونج ورك فورسز، ورك بليسز ويز هاي فاليو امبلويز اند ورك بليسز ويز سيجنيفيكانت باور. بعد كده work places that really on the customer service or client satisfaction. isolated work place، work places that tolerate or encourage alcohol consumption and the centralized work place. specific strategies to reduce the harassment. هنعمل ايه؟ اول حاجة pay attention to relation among and within work group with the monotonous or low intensity tasks. ensure that the worker in the isolated work environment understand the compliant procedures. create the opportunities for the isolated worker to connect with each other to share concern. remind the manager about their responsibility if they see harassment including at event where alcohol is consumed. ensure that the compliance training reaches to all levels of organization regardless how geographically displaced work places may be. develop a system for employees in the geographically diverse location to connect and communicate. the role of nursing in dealing with people harassment or assault happened with them. هنا بقى دور لممرضة صحة المجتمع انها تبدأ تنزل داخل الكوميونيتي وتشوف الناس اللي حصل لها harassment وتبدأ تتعامل معاهم، تقلل من مشاعر الخوف اللي بيشعروا منه، تعلي self confidence وتديلهم تايمز ان هم يعبروا عن الفيلينج اللي بيشعروا بيها اثناء مرورهم بالتجربة الأليمة دي. تمام. بعد كده بنقول ايه؟ violence against them is significant problem at every age. while nurses have increased their role in identifying and managing the cases of the people who have experienced the physical and sexual abuse, they have been less active in preventing the violence. effective prevention require an understanding of the prevalence and seriousness of the problem, awareness of the social forces that foster and sustain it. بعد كده هنبدأ نتكلم على بقى دور الممرضة كنقاط.
اول حاجه استبلش تراست اند الرابورت من خلال انها مش هتبدا تسال اي كويشن خاص بالتجربه الاليمه او خاص بالموقف اللي تعرض له الفيكتيم الا بعد الثيرابيوتيك نيشر از استبلش. بعد كده بروفايد الكونفيدنشاليتي من خلال انها مش هتدلي باي معلومات خاصه بالمريض للميديكال ستاف انلس لما الكلاينت يبدا يدي كونسنت على كده. ابروش ذا كلاينت نون جادجمنتال مانر، يبقى انا اتعامل معاه بطريقه غير قضائيه من خلال ان انا ما بينش اني مصدومه او مرعوبه او مشمئزه من الموقف اللي اتعرض له. بعد كده نيفر يوز جادجمنتال لانجويج، يوز ذا فولوينج ريبورتد نوت الليجد ديكلايند نوت ريفيوزد بنتريشن نوت انتركورس. بعد كده have someone stay with the client, friend, neighbors or staff members while he or she waiting to be treated. People on high level of anxiety needed to feel physical safety by providing someone. أهم حاجة someone ده اللي هو يكون لايت بالنسبة لهم، مش الشخص هو أصلا سبب في المشكلة أو سبب في التنمر أو المضايقة، وأبدأ أقعده معاه أثناء إن أنا عايزة أقلل الأنكزايتي بتاعه، وأبدأ أعمل وإن أنا عايزة أعمله أشورانس عشان يبدأ يعبر عن المشاعر اللي بيحاسس بيها أو يتكلم عن التجربة الأليمة دي. تمام، اهم حاجه يكون يعني المريض حابب ان الشخص ده يقعد معاه عشان يبدا الانكزايتي الليفل بتاعه يقل. بعد كده encourage الفيرباليزيشن، when people feel understood they feel more control of their situation. ما هو انا ما اول ما هبدا اتكلم عن الموقف اللي حصل لي معناه ان انا خلاص بقى يعني هبدا اتعامل معاه، مش ان انا ما هو طول ما انا ما فيش فيرباليزيشن معنى كده ان انا بقول درول من الموقف نفسه. بعد كده stress that they did the right things to save their life. يعني المخاوف او القلق اللي بيتعرضوا له نتيجه للتجربه دي دي بتساعدهم ان هم يقللوا يعني بتساعدهم ان هم يحافظوا على حياتهم او ان هم يتعاملوا مع الموقف. مشاعر الخوف والالم، مشاعر الاحساس بالخجل من الموقف دوت بتبقى طبيعية نتيجة للموقف اللي حدث او التنمر او التحرش اللي حدث له. وكل اللي عليا بقى كنيرس ان انا ابدأ اقلل من المشاعر المؤلمة دي وابدأ اعلي السلف السيم والسلف كونفيدنس. بعد كده هبدأ اعمل explain the client signs and symptoms that many people experience during long term phases for example anxiety, depression, insomnia, nightmares and phobia.